مهيب شياعة الحشود اليوم جثمان فقيد الوطن الشيخ محمد حزام السعر إلى مسقط رأسه بمدينة عمران. وشارك في التشييع وزراء ومحافظون وسفراء وقيادات عسكرية وثورية. وأشاد المشيعون الذين تقدمهم محافظ عمران محمد حسين دماج وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوص ووكلاء المحافظة وشخصيات اجتماعية وقيادات حزبية شيدوا بمناقب الفقيد ودوره الوطني والاجتماعي ومساهمة في حل العديد من القضايا القبلية باعتباره أحد المشايخ البارزين والقيادات الحزبية الفاعلة والوطنية في المحافظة. وكان السعر قضى وأحد مرافقيه قبل يومين إثر حادث مروري على طريق محافظة ذمار. يشار إلى أن قبائل عمران والأشمور اختارت بالإجماع الشيخ عبد الرحمن حزام السعر شيخ ضمان لها خلفا للفقيد. برحيل الوطن قامة وطنية ورجلا من خيرة الرجال معروف بنضالاته وإسهاماته الوطنية الكبيرة، جانب من مناقب الفقيد في الاستطلاع التالي. وفاته كانت فاجعة بالنسبة لنا، وهي خسارة على عمران عامة وعلى اليمن عامة. كان رجل فاضل وكان صادق مع الله ومع نفسه ومع الوطن، وكان يحب فعل الخير مع الناس الجميع، ليس مع شخص ولا فقير ولا قوي، وكان مع الناس الجميع. نعتبره مجسدا لروح الأخلاق العالية، منفتحا لروح المفهومية القبلية الراقية، إنه يحذو حذو الصالحين الصادقين المؤمنين لحب لبلدهم لدينهم لعروبتهم. فهو خسارة خسارة، وهو يعتبر هامة شامخة من حامات اليمن الكبرى. كان يعمل بكل جد وإخلاص من أجل الأمن والأمان والحفاظ على الممتلكات وخدمة المجتمع وأبناء مدينة عمران. رجل متوازن وصادق وخسارة كبيرة، نسأل الله أن يتغمده واسع رحمته. كان له دور بارز أيضا في الثورة الشعبية، وأثر كثير على أبناء المنطقة وعلى أبناء مدينة عمران، وكان من رجال التغيير ومن المناضلين والسباقين، وله أيضا باع طويل في حل المشاكل بين أبناء مدينة عمران وكذلك مكتب عمران بالكامل وفي خارج عمران من المحافظة إلى مختلف مناطق اليمن، دائما يسعى إلى الإصلاح بين الناس. كان من الرجال المؤمنين المخفيين الذين يشتغلون الوطن ويصل خير إلى كل فرد في هذه المنطقة، ويعني أعمال غير ظاهرة. عرفت فيه من الرصانة والوعي الوطني والقبول بالغير، القبول بالآخر، يعني متحرر من الذاتية، يقبل بغيره ويقبل برأي غيره ويأخذ ويعطي بعقل ودراية. كان قويا في غير كبرياء، متواضعا في غير ذلة، رحيما شجاعا في قول كلمة الحق، رحيما يؤلف يجمع بين الناس، يحل مشاكل الناس، يمشي في تواضع. كان يفرغ كل ما في جيبه وفي صندوقه لأجل صلح الشعب. كان شجاعا، والله كان شجاعا، وهذا ليس وليس نفاق ولا تمليك، عكس ان احنا بنمجده وهو في قبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخلها الجنة. دانت